تداعيات التلقيح ضد كورونا تغيب المنصوري عن البرلمان. غابت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم السبت عن دورة برلمان الحزب المنعقدة في مدينة مراكش. وحسب ما أعلن عنه أحمد أخشيشن عضو المكتب السياسي الذي ترأس الدورة، فإن غياب المنصوري نتيجة لوعكة صحية ألمت بها، مشيرا إلى أنها جاءت على إثر التلقيح ضد فيروس كورونا الذي تلقته خلال اليومين الماضيين.